والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الأمين خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم ألف سلام وألف سلام ألف صلاة. إذن أولا وقبل كل شيء نرحب ترحيب إجباركم على الحضور الحاضرين معنا، وكذلك نرحب كل المواطنين والمحبين والمتعاطفين مع حزب جبهة حكم الراشد، ونحن الآن في بلديتنا أي بلدية حمام بوحجر وهي دائرة بالطبع. نرحب بكل مواطنين سكان بلدية حمام بوحجر ألف ترحيب ألف ترحيب. كما نرحب كذلك بالإخوان الضيوف الذين حضروا معنا من جميع كل البلديات. نرحب بمواطنين الحاضرين معنا من كل جميع البلديات، نحييهم ونقولهم ألف مرحبا في هذه الدائرة البلدية المجاهدة الذي ضحت بالنفس والنفس أيام الثورة السمرية. إذن إخواني، نتمنى هذه التشريعيات على مستوى ولاية عين تموشن، نتمناها إن شاء الله تفوت بخير وعلى خير، وإن شاء الله نتمنى برجال مخلصين يخدمون الوطن ويخدمون المواطن لا أقل ولا أكثر. هذا اللي نحوس عليها الناس. كذلك بالمترشحين الستة، نرحب بهم كثيرا وكثيرا، كما أتمنى من الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الجزائر، وأزف كذلك التحية لرجال الإعلام الذين حاضرين معنا، ولا ننسى إخواننا وزملائنا السلطات الأمنية على مستوى دائرة حمام بوحجر، وكذلك السلطات نحييهم ونزكيهم، السلطات الأمنية على مستوى ولاية عين تموشن الذين يسهرون على هناء وطمأنينة مواطن ولاية عين تموشن. إذن إخواني نرحب بكم ترحيب كثير، وبدون إطالة أحيل الكلمة إلى الشيخ القارئ سي نصر الدين فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما